الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم خوتي حبيبي، كنتمنى تكونوا مزيانين وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم وليت لكم فيديو جديد، الفيديو ديال اليوم معايا ماما. السلام عليكم مشاهدين العزاز الغاليين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير، صحه جيده. تابعوا معنا هذا الصباح، باغيين نديروا بركوكش طريق بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف. كنتمنى يكون لاباس عليكم بالصحة والعافية، الصحة والهنا، وباش ما تمنيتوا ان شاء الله عليكم وعلينا، وان شاء الله العقبة العام الجاي نصيبنا حسن هذا العام ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله يا ربي. وتابعوا معنا، غادي نشاركوكم بركوكش الزميطة بزاف د الحوايج. بقاو معنا حتى الاخر تاع الفيديو. قبل ما نبدا الفيديو ديروا لايك، شاركوا في القناة، تفعلوا زر الاشعار باش يوصلكم اي فيديو جديد انا كنزلو. ما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو لخوتكم، عائلاتكم، صحابكم، حبابكم، كل شيء. ديروا لايك ونخليكم دابا مع المقادير تاع بركوكش. عندي هنايا بصلة محكوكة، ها هما وعندي هنايا زلافة تاع الحمص مرطب وشوية تاع الفول يابس، وهنا زلافة تاع البركوكش تاع اللي تاع الدار دار. وهنايا العطرية كاملة، الخرقوم، الحب الكحلة، سكينجبير، التحميرة، هنايا شوية الكبابة، شوية الكروية. المهم هادو ما غاديش نديرهم في الاول، هذه مطيشه والربيع ومطيشه د الحك والضامه د البنا. المهم هذوك تاع طيب طيبول. شنو هذا؟ المهم بسم الله الحيمه الحيمه الاساس نسيتيها الحيمه. يلا غادي تبدا لكم ماما مع المقادير. بسم الله نديروا البصله محكوكه. اول حاجه البصل، نزيدو عليها حمص، الفول، نزيدو عليها الحيمة، هي الحيمة، نزيدو عليها العطرية على حسب معلقة. معلقة هنايا، معلقة كبيرة ماشي عامرة بزاف، بصح المهم معلقة كبيرة. نزيد اخر دابا الزيت، الزيت عيني ميزاني على حسب. ها انتم المشاهدين الملحه، بسنتي على الملح، الملحه انا دايما عندي الملحه، يعني كي ندير الاول ما نزيد ما ندوق ما والو كندوق شو. ومضروب غادي نفوتو نشعلو، شعلو عليها البوم. ودابا ندير شوية الملوين، نسيتو زعفران. دابا ودابا ما غاديش راه تحرك شوية مقادير، وغادي تزيد عليهم الماء وتخلي الكوكوط تذوب. وتابعوا معنا. المهم انا ما تشاور البيع والضامة البنة، يعني حتى نبغي ندير حتى ندير البركوكش هادشي تكوام غادي يطيب. ها هو يطيب دابا غادي يطيب، ومن بعد نرجع لكم باش نكملوا المقادير نتاع البركوكش. بقاو معنا وما تمشيو فيه. ها حنا ولينا لكم ثاني، بغيت نوري لكم البطاطا الحلوه اللي غسلت لكم مره وريتها لكم. ها هي شفتوا مازال عاد غتكبر، يعني في الاول تبقاو تبدلوا لها الماء، كي تبقى دير العروق الورقه يعني صافي تبقاو تزيدوا لها الماء غير هكا باش ما يتهرسوا لهاش الورقات. هنايا بيترا فتا هي راهي دير الورقه غادي تكبر تبارك الله وتفرع، وهذه غادي دير اللوايه كبيره. دوك راني حطاهم غير هنايا حتى يكبر الورقه وكل شوف. وبقاو معنا، بقاو معنا باش نوري لكم الغرس، الغرس اللي كاين الفوق في السطح. ويلا بقاو معنا. يلا وها هي الشيبه ديالي. الصفره كانت بحال اللي بغات تيبس، ودرك راهي ولات مخيره، يعني ها هي. وانا دائما كنحط الخبز كنرتبو يجيو الزواوش، يجيو ونوفل حتى هو كاع ياكلو، نحط لهم نعمر لهم البباده تاع الماء يشربو، زعما دائما نعز عليا خريف وشتا وصيف، يعني دائما وهاكا كنحط لهم هادشي. وهذا غرس راني غاسله هنايا اللوايا راهي في الوسط باش تكبر. وهذه
ركزي معايا حبيبي اللي غرسنا ديك المره الاناناس ها هي كي ولات راه غادي تكبر تبارك الله صدقت لي درتها غير تجربه وصدقت الحاجه اللي غرستها انا الحمد لله. وهذا النعناع راه كان في السيف مسبل وتبارك الله قداش وحيدتو راه ينوض خرها هو نايض. وهذا الورد الحمراء اللي كتعجبنا لا هذيك ماشي حمراء هذيك راه وردي ولا بوكا يعني ولا بوكا غرستها واجبناها درناها عصير وزيت العلفه ديالها وغرستها حتى هي درتها غير تجربه وها هي تبارك الله ها هي الشجره تاعها. وهذه الهنديه هنديه يعني خرجة صاب واحد الاخر واحد الضلفه ديالها غير صغيره وجابها لي درتها انا يعني غير ميتها وصدقت تبارك الله هي تولد ما تولدش ها هي الهنديه غادي نبقى نصدر الهنديه ونصدر لابوكا ها هي هنيه اخرى ودرت وحده هنا وحده هنا. وهذا البسباس ها هو الزريعه تاعو تبارك الله راه غادي تيبس وحيدها بسباس ثاني انا دغيا بوحدو هذا الصبار هذاك اللي كاين. المهم انا نبغي الغرس وعندي مع الغرس وصح كامل والحمد لله الحاجه اللي غرستها كتصدق. ها هو الكوان تاعنا الطايب غادي نضيفوا له كما كتشوفوا الربيع بسم انا ما كنديرش مطيشه والربيع في الاول حمتهم وزدتهم وهيا مطيشة هاد الحك باش نديرهم هكا في التالي تبقى المذاق تاع الريحة تاع الربيع وكلشي يبقى طري. الضامة د الجنة المهم غادي يغلي هذا الاخر ورمي بركوكش ها هي غلات وغادي نضيفوا البركوكش بسم الله داكشي كيبان كيتش كنضيفوا نحرك يعني باش ما كيلصقش حركوه مزيان باش ما يتعبش وما يلصقش ونخليوه يطيب وتابعوا معنا حتى يطيب ان شاء الله. ايوا ها هو بالكوكش تاعنا وجد وقبلوا علينا وما شهيناكم فيه بصحتكم معنا وخا غيب بصحتنا وبصحتكم بسم الله. هذا الكوكش كيبان تيشهي ريحتو كتشهي حتى في المذاق غادي يكون كيشهي ان شاء الله. ايوا تابعوا معنا وبصحتكم بصحتنا بقاو معنا حتى الخاشه الفيديو يلا دوكا ولينا معكم نوريكم الطريقه باش نوجدوا الزميطه. حنا دائما فهاد الذكرى تاع عيد النبوي الشريف كنديرو الزميطة زيت الزيتون يسخن مزيان وندير فيها الما طايب هذه الزميطه هذه هنا مغربله بسم الله بسم الله على بركه الله. تهرسوا عليها الجبيبات كاين يدير فيها البيض كاين اللي ما يديرش فيها البيض داكشي على حساب اللي يبغي البيض اللي ما يبغيهاش ما يديرش البيض بقيت حركي
ها هي كي كتجي وبقاو معنا حتى تشوفوا معنا تشوفوا في طبق التقديم ونوريكم طابله كامله. بقاو معنا وحنا ولينا معكم باش نوريكم التقاليد تاعنا تاع هذه الذكرى النبويه يدخلها علينا وعليكم بالصحه والهنا ان شاء الله والعقبه العام الجاي ان شاء الله. واش ما تمنيتو تمنينا ان شاء الله يا ربي؟ انا راني عاد جيت من الخدمه والسنينه حتى جات بالخدمه يعني هي تخدم تاع النهار وهذه الانسه كعب غزال وهذا بغي يقدمكم حتى هو التحيه. اهلا بكم ومرحبا بكم معنا في هذه المناسبه السعيده تاع عيد المولد النبوي الشريف. عليكم الصحه والهنا ان شاء الله. ودخل علينا وعليكم بالصحه والهنا ان شاء الله. وتفطروا معنا وشوفوا التقاليد اللي دارت ديالنا تاع بكري وزمانها هما قدموا عليكم على الطابله. بركوكش درنا بركوكش والله لا جابين لنا احتاجت بالخدمه ورحنا درنا التقاليد تاعنا تاع الصراحه جاب بركوكش تيشي. ها انتم معايا المشاهدين كاع اجمعين ان شاء الله يا ربي. هذا القطو اللي وجدناه معاكم راه كاع كاين الفيديوهات. هذه تقنته حنا كنديروا تقنته التقاليد تاعنا ناكلوها بالتمر. هذا التمر وهذه الزميطه اللي شاركتها دابا معاكم ماما اللي وجدتها زميطه د المرمز وهذا البغرير والاخرين قول اللي عندكم واتاي واحد الحاجه الانسه كعب غزال شت دربوكه بمناسبه سيد ميلود ما شاتش غير دربوكه هاد الشري يعني عندها دربوكه عندها الطبيلات عندها عابيهم غادي نعدهم اللي بيه مشات حاجه اخرى هاكي شدي انتيا عندك التليفون صغيره دي شات نجوم بدا الاولى كنبارك لكم العواش شو كنقول لكم عيد مولد نبوي سعيد يدخل لكم الصحه والهنا باش منيتو ان شاء الله. انا عاد جيت نشارك معكم معاهم كاع مره سلمى شات هاد النجوم بقاو معنا. هاني عطيت الانسه كعب غزال النجومه ديالها المحارق حنا كنخافوهم ما نكذبوش ما كنطردقوش المحارق لا انا لا هي يلا شالي ما تحشميناش البارح شعلت هيا شالي خافيش متخافيش يلا نحتفلوا حتى حنايا ربك يعاونها هي هادشي اللي عجبها غير هاد النجوم هي القاعدة تاع زمان كانوا يسبحوا ينوضوا بكري ويزغرتوا ويديروا الراية بيضاء ولا خضراء يعني راها هذا الصبح يصبح زيادة تاع النبي عليه الصلاة والسلام ويصليوا على النبي ويزغرتوا حتى مش على با وحدها ويذكروا ويصليوا المهم كان اللي بالفجر هما ويصليوا ايوا نتمنوا يتعدى علينا وعليكم ان شاء الله بالصحه والهنا ان شاء الله نيتو وعلى جميع المسلمين كافة اجمعين سالينا مع النجوم وعندك هذيك تحمشي واجد وها هي الطبيبه ديالنا ماما كاس كوب اتاي الفيديو ديال اليوم كنتمنى يكون عجبكم ولا عجبكم متنساوش ديروا لايك اشتركوا في القناه تفعلوا زر الاشعار باش تشوفوا اي فيديو جديد انا كنزلو وما تنساوش بارطاجيو الفيديو لخوتكم حبايبكم كلشي العائله نتاعك. سلام عليكم لاختيكم راكم عزاز وغاليين علينا لاختيكم.